Total, partenaire du football africain. مشاهدي قناة ميديا تيفي، أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي اليومي. استوديو الكان الذي نرحل معكم في كل يوم صوب الغابون لنقل تفاصيل نهائية النسخة 31 لكأس إفريقيا للأمم. في العدد 16 الأسود جاهزون لمشابهة الفراعنة ببورجونتي، وسط حضور المرتقب للجالية المغربية في الغابون وبوركينا فاسو. تزيح تونس من النهائيات، فيما التاريخ يكرر نفسه في مواجهة السنغال والكاميرون. قبل التفاصيل كل ذلك، إليكم أبرز العناوين. المنتخب المغربي يسدل الستار على تحضيراته لمواجهة المنتخب المصري في دور الربع، ورونار يقر بصعوبة المواجهة ويقلل من أهمية سوء أرضية ملعب بورجونتي. والمنتخب المصري يطمح لفك العقدة المغربية مستفيدا من معرفته بملعب بورجونتي في الدور الأول، وكوبر يحذر من قوة المواجهة ويقول بأن ضرورة الانتصار تصعب المهمة على المنتخبين معا. ومنتخبا بوركينا فاسو والكاميرون يعبران لمربع الكبار ونسور قرطاج، يحلقون خارج أسوار الكان صحبة أسود الترنجح. إذن كانت هذه أبرز العناوين، وقبل الخوض في التفاصيل أرحب باسمكم مشاهدينا بضيوف هذا العدد. أولا هشام العمراني اللاعب الدولي السابق. هشام أهلا بك. أهلا وسهلا بسام، وتحية للمشاهدين الكرام. وكذلك وكل يوم سي عبد القادر يمير المحلل والإطار والمدرب الوطني. سي يمير مساء الخير. أهلا بك بسام، وأهلا بالمشاهدين الكرام. كما سيكون معنا ككل يوم وفد قناة ميديا تيفي بالغابون، وتحديدا من مدينة بورجونتي زميل نوفل العاملة. نوفل أهلا بك كذلك. مساء الخير بسام، تحية لك ولضيوفك الكرام سي عبد القادر يومير وسي هشام العمراني، وأيضا لكل أوفياء برنامج استوديو الكان على شاشة ميديا تيفي. إذن نبدأ مباشرة النقاش سي هشام وسي عبد القادر. طبيعة الحال اليوم كما تعلمون انطلقت مباريات دور الربع. البداية كانت بمباراة بوركينا فاسو ومنتخب تونس، مباراة اللي شهدت إقصاء نسور قرطاج، رغم أن التونسيين لعبوا شوط أول ممكن القول جيد، لكنه في الأخير انهزموا أمام المنتخب التونسي هشام. منتخب بوركينا عفوا. طبيعة الحال قبل ما تبدا المباراه فالكل كان كيرشح المنتخب التونسي للفوز على المنتخب البوركينابي نظرا للوجه المشرف اللي قدمه المنتخب التونسي في المجموعه ديالو. وعرفنا احنا ان المجموعه ديال اللي كانت مع المنتخب التونسي فكانت مجموعه قويه، ولكن المنتخب التونسي في بدايه المباراه ما بداش بالشكل اللي كان كيتسنى منه الجمهور ديالو. حتى 30 دقيقه الاخيره عاد في الشوط الاول عاد تحكم في زمام المباراه وخلق فرص التسجيل. في الشوط الثاني فالمنتخب التونسي فما ظهرش ليه الاثار بتاتا، والمنتخب البوركينابي انهار بدنيا خصوصا. طبيعه الحال حتى الخساره اليوم ديال المنتخب التونسي على حسب رايي الشخصي فكان رجع المدرب كاسبير جاك، يعني رغم التجربه الكبيره اللي عند المدرب كاسبير جاك وسبعه الكؤوس الافريقيه اللي كان متواجد بها، ولكن كنظن على ان البارح تكلمنا في هذه المساله هذه وقلت لك على ان خط الدفاع ديال المنتخب التونسي فهو كارثي، كارثي جدا، خصوصا اللاعب ايمن عبد النور لاعب فرنسا اللي صراحه حتى سمحت لي واحد 30 ثانيه، حتى متوسط الدفاع عبد النور ما ظهرش بالمستوى الكبير اليوم. فلعب كظهير ايسر اللاعب نكولما فدار دار 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 كما كيقولوا العجب في ايمن عبد النور، استغل البطء ديال ايمن عبد النور واقصاء المنتخب التونسي من دور الربع اللي كنظن على انه ما كانش يستاهل يتقسم من دور الربع النهائي. نعم سي عبد القادر، يعني المنتخب البوركينابي كان افضل في هذه المباراه لم ناحيه البدنيه التكتيكيه، خصوصا من ناحيه الانضباط الدفاعي ايضا. تنظن على انه المنتخب التونسي سهل المهمه، لانه في الشوط الاول شفنا تقريبا مع نهايته الوجه الحقيقي للفريق التونسي، لانه خلق عده فرص وكان ربما ينهي الشوط الاول بهدف او اثنين، لان جاء فرص حقيقيه للتسجيل اضاعها اللاعبين.
ولكن في الشوط الثاني يعني ظهر المنتخب التونسي يعني بشكل باهت، يعني لا علاقة له مع المنتخب التونسي الذي نعرف، ولا علاقة له مع ما قام به في الشوط الأول، وبالتالي وقع انهيار يعني كلي لهذا الفريق، خصوصا كما قال هشام من الجهة اليسرى اللي دخل لها أيمن عبد النور. ونتساءل يعني هذا المدرب كيف ياخذ مثلا قلب هجوم ويلعبوا يعني في مكان غير المكان اللي متعود عليه، وطبعا وهذا يعني عطى واحد الاشاره حتى المدرب البوركينا فاسو اللي صرح بها انه قال في الوقت اللي المدرب ديال المنتخب التونسي خاف منا ودخل بخطه دفاعيه ودار تغييرات على مستوى الدفاع، وحتى الجهه اللي كانت يصعد منها معلول هو المساكني اللي كانت تنشط الجهه اليسرى لم تكن نشيطه في هذه المباراه، لان ايمن عبد النور لم يكن يصعد، وبالتالي هذا خلى المدرب ديال بوركينا فاسو يتجرا ويطلب لاعبيهم بالمزيد من الهجوم، وهذا اللي دفعهم للفوز. طيب تحدثتوا يعني بجوجكم على المشكل ديال ايمن عبد النور في هذا المباراه، قلنا بان الخطوره كانت في هذه الجهه بالضبط، ايضا هذا راجع لكون هذا اللاعب ما عندوش يعني مباريات، ما لعبش كثيرا مع فريق ديالو فريق فالنسيا مؤخرا، لكن هناك ايضا الشارع الرياضي التونسي اللي كيتساءل من مسؤول عن هذه الاختيارات في التشكيله ديال المنتخب التونسي، هل المدرب كاسبر زاك ام ربما جهه اخرى؟ بطبيعه الحال فالاختيار دائما الاول والاخير كيبقى للطاقم التقني بقياده المدرب كاسبر زاك، الا لكان اللاعب كيفرض راسه على المدرب وكيكون ان المدرب ما كيتحكمش في المجموعه، خصوصا على ان كنعرفوا ايمن عبد النور فهو العامل الثاني مورا الحارس. كنظن على ان المدرب كاسبر زاك اليوم فهو اللي تسبب في الخساره ديال المنتخب التونسي، لان علي معلول في الجهه اليسرى كان نشيط جدا، لا دفاعيا كيساند الدفاع، وحتى في الهجوم كيعدوا نزعه هجوميه في المستوى العالي. اليوم كنظن على ان المدرب كاسبر زاك عطى المنتخب البوركينابي اكبر من الحجم ديالو. طيب نشاهدوا يعني كيف جاء الهدف ديال المنتخب البوركينابي الاول عبر اريستيد بانسي في الدقيقه 81 سي يومير. هنا تنشوفوا ان هذا اللاعب يلاه دخل، يعني كان احتياطي ودخل، هو لاعب كبير عندهم ولكن كان في الاحتياط ودخل، وهنا جات ضربه خطا، وهنا غيلعبوها بجوج، يعني انه ما غيلعبهاش. هنا غنشوفوا ربما الهدف الثاني هذا هذا كان الهدف الثاني ديال المنتخب. نرجعوا للهدف الاول، غنشوفوا على انه السر في هذا الهدف هذا هو اللمسه، يعني الباس اللي غيديرها الزميل ديالو، وكذلك الخطا اللي ارتكبوه جوج ديال المدافعين، لانه لا يعقل ان جوج المدافعين تيمشيو وتيدوروا ظهرهم وتينقزوا، يعني حتى في المدارس ديال التكوين تنعلموا اللاعبين انه عند القذف ما خصوش ينقز ويدور ظهره، المفروض انهم خصهم يبقاو وجههم للكره ويزلقوا الارض، يعني كانوا خصهم ينعسوا يتلاحوا في الارض باش ضرب يديروا الجسم ديالهم باش يعارضوا به الكره، ربما غيضربهم في ان تاكل وغتضرب فيه الكره غتخرج، يعني كانت هنايا غباء من هاد الجوج ديال اللاعبين، كذلك النط وخلى المساحه تدوز، ولكن الكره اللي لعبها هنا هي اللي خلات الاربعه ديال اللاعبين ما صالحين لوالو، لان شوف الضربه منين ولات، يعني هاد الاربع لاعبين ما بقاو صالحين لتا حاجه بالنسبه للحارس. طيب في هذا اللقاء يعني شاهدنا واحد اللقطه هي خروج اللاعب الخرزي من اللقاء وعدم السلام ديالو مع المدرب أونري كاسبر زاك، هذا ربما يدل على هناك مشكل بين مجموعة التونسية، مجموعة اللاعبين والمدرب. وبطبيعه الحال فوهبي الخزري فملي تم التبديل ديالو من طرف المدرب كاسبر زاك فكانت النتيجه التعادل 0-0. كنظن على ان رغم ان المدرب يكون خاطئ في التغيير، الا انه كيبقى هو المسؤول الاول والاخير على النتيجه ديال المباراه. كنظن على ان وهبي الخزري لاعب محترف، لاعب يلعب بالدوري الفرنسي مع فريق بوردو، فما تقبلش التغيير ديالو من طرف المدرب كاسبر زاك، ولكن لاعب محترف فالمدرب واخا يكون غلط هو اللي كيتحمل الصلاحيه ديال التغييرات ديالو، كيتحمل الصلاحيه ديال التشكيله ديالو. كنظن على ان انجيست من لاعب محترف ما مقبولش في تظاهره كبيره كاس افريقيا. حتى ذاك خزري لانه تعطاته فرصه، لانه هو لا يلعب مع الفريق ديالو، وهذا المدرب يعني جابوا المنتخب ولعبوا. انا تنظن على ان قبل ما نهضروا على مدرب هناك احترام، لان اللاعب لازم ان يحترم المدرب او اي شخص لانه كبير في السن، يعني على الاقل لما المدرب يصافحك
يعني لازم تصافحوه، وانه خصوصا انه كان عنده واحد 30 متر جافيه، يعني انه كان خصو يعرف حتى الضغط ديال المباراه واللاعب مقدم مستويات حنا كنعرفوا وهبي الخزري والقيمه ديالو داخل المنتخب التونسي فلا تناقش. كنظن على ان كتعرف اللاعبين اثناء المزاوله ديال المباراه ديالهم كيكون شويه الدم سخون وهذه، فكنظن على انه ملي غادي يشاهد اللقطه وملي غادي يدوش ويمشي للفندق كنظن على انه غادي يكون ندم شديد اللاعب وهبي الخزري. واحد القضيه خص المدربين تيديروها نورمالمون ملي تيكون خارج لاعب وتدير تغيير وسط المباراه، انت تتشوف الشكل ديالو. بعض الاحيان تتشوف بعض المدربين يتفادوا التحيه، يعني انه تيبتعد على المنطقه اللي جاي منها اللاعب باش يتفادى يعني اي اشكال. طيب نشاهدوا معك سي عمير سمحتي باش نمروا لموضوع اخر، نشاهدوا معك الهدف الثاني كيف جاء ديال المنتخب بوركينا فاسو. الهدف الثاني غتكون عندهم ضربه زاويه، انا اول مره تنشوف ضربه زاويه جميع اللاعبين صعدوا، يعني انه لم يكن هناك لا تغطيه في الوسط ولا جوج المدافعين، لان غالبا في الكورنر على الاقل لاعب واحد كيبقى في التغطيه الدفاعيه، يعني مع جوج ديال اللاعبين في نصف الملعب وتيبقاو جوج ديال وسط الميدان او ظهير وسط الميدان باش يغطيو على لو دوزيام بالون اللي تنسميوه. هنا اللاعبين ديال تونس في هذه الزاويه طلعوا كاملين، وطبعا في قاع الحارس بوحده في نصف الملعب كانت سهله على المدافعين ديال بوركينا فاسو باش يسجلوا هذا الهدف. الجميع تحدث على انها يعني اخر فرصه وهذا اللي دفع المدافع المهاجمين كلهم يمشيوا، واعتقد انه كان خطا من اللاعبين وكذلك حتى ربما من تعليمات المدرب، لان كان المنتخب ديال تونس مازال امامه 7 دقائق وربما كان عنده المجال باش يسجل نعم. هدف التعادل فرص اخرى، هذه يعني انتحار بالنسبه له. اذا الحاصله كانت هي اقصاء المنتخب التونسي وتاهل منتخب بوركينا فاسو اللي كنذكروا في حال تاهل المنتخب المغربي يوم غد ان شاء الله سيكون هو الخصم المقبل في دور نصف النهائي. انتقل الحديث على المباراه الثانيه اللي جرت هذا اليوم واللي شهدت يعني تاهل المنتخب الكاميروني بعد تفوقه بضربات جزاء ترجيحيه على منتخب السنغال بعدما انتهى وقتنا الاصلي والاضافي لهذا اللقاء بنتيجه التعادل 0 لمثله. وهنا في هذه المباراة هشام التاريخ يعيد نفسه في تكرار لسيناريو نهائي كأس إفريقيا لسنة 2002. بطبيعة الحال لا أحد كان يتصور أن يقصى المنتخب السنغالي من دور ربع النهائي، خصوصا الوجه اللافت اللي شاهدناه في دور المجموعات، لا دفاعيا لا في وسط الميدان لا الفعالية الهجومية. كان منتخب جيد جدا بقيادة المدرب أليو سيسي. كنظن على أن المنتخب الكاميروني كان غير مرشح بتاتا على أنه يوصل نصف النهائي بعد ما دوري المجموعات ما كانش ضارب مستوى جيد، يعني داز في المرتبه الثانيه بخمس نقاط، وكان انه غادي يتقصى في اخر دقيقه امام المنتخب الكابوني لولا الحارس فابريس اوندوا الذي كان له فضل كبير بمرور المنتخب لدور الربع النهائي. ايضا حتى مقابل كبير في مباراه اليوم لا هو ولا الحارس المرمى ديال المنتخب السنغالي اللي تالقوا بشكل كبير خصوصا مباراه اليوم، خصوصا بسام فابريس اوندوا. فابريس اوندوا امام المنتخب الكابوني في الدقيقه 91 فكان طايح ودار امباراد اللي خرجت كره لضربه زاويه. اليوم كيتصدى لضربه جزاء من نجم المنتخب السنغالي والنجم ليفربول ماني. كندور على ان باش كيكون عندك فريق قوي فهذا لابد انه يكون حارس كبير اللي كيحمي المنتخب ديالو في اوقات حرجه. كنظن على ان المنتخب الكاميروني محدود بالحارس ديالو فابريس اوندوا. الاضافه لذلك اذا سمحتي سعد القدر، يعني بالاضافه لتالق الحارس اوندوا، ايضا المدرب منتخب الكاميروني كان له فضل ايضا في تاهل المنتخب ديالو هذا النهار، تعرف كيفاش يضيق المساحات على المنتخب السنغالي اللي تما المنتخب السنغالي كنعرفوا يعني كيتالق حيت كتكون مساحات كبرى وهناك كتكون السرعه والاداء الجيد ديال مهاجمي منتخب السنغال. وهنا اتمنى ان المدرب المنتخب المغربي يكون شاهد هذه المباراه، لانه الطريقه اللي لعب بها طبعا طريقه ربما تناسبنا، لانه ضيق المساحات وما صعدش وكان هناك ضغط على حامل الكره وما خلاش المنتخب السنغالي يديفلوبي ذاك الهجمات ديالو، لان تنعرفوا ان المنتخب السنغالي تيلعب على الاطراف وكذلك تيلعب على لي زاتاك بلاس يعني الملعوبه الثلاثيات، وخصوصا تيحاولوا باش يعزلوا ماني لانه هداف وحس وياخذ كرات يعني يوصلوا له كرات يعني في العمق، وبالتالي انهم اغلقوا جميع المنافذ. كان صراع تكتيكي في هذه المباراه، وانا كنت نشوفه وتنقول واخا يلعبوا 4 ايام ما غيماركيوش، لانه كان صعب انك تسجل في هذه المباراه هذه، وهذا اللي خلاها مشات حتى الاشواط الاضافيه وحتى وضربت الترجيح، حتى في ضربه الترجيح تنشوفوا على افضل لاعب ربما عند السنغال هو اللي غيضيع ضربه الجزاء،
اعتقد انه هذا الكاس ضيع يعني غادرها فريق قوي اللي هو السنغال، ربما نقص الخبره، ربما حتى المدرب ربما ما تعاملش. لكن ايضا المنتخب الكاميروني يعني كنعرفوا ان هناك 14 لاعب جديد كيلعبوا منافسه لاول مره، هناك العديد من اللاعبين الدوليين السابقين اللي فضلوا عدم القدوم لنهائيات الكان وفضلوا البقاء مع الانديه ديالهم، لكن في نفس الوقت هاد 14 لاعب جداد قدموا اداء جيد ومكنوا منتخب الكاميرون من التاهل للدور الموالي هشام، خصوصا على ان المنتخب الكاميروني ما كاينش شي لاعب اللي مرموق ولاعب اللي معروف داخل الساحه الاوروبيه اللي يمكن على انه يكون نجم ديال المنتخب الكاميروني. كنرى على ان المنتخب الكاميروني كيلعب كمجموعه لاعبين اللي باغيين يفرضوا الذات ديالهم باش يحترفوا فرق اوروبيه، خصوصا على ان باش تهزم المنتخب السنغالي فماشي بالسهل. اليوم عطاتنا جوج ديال النتائج، الكل كان مرشح المنتخب التونسي والمنتخب السنغالي على انهم يكونوا في نصف النهائي، ولكن الغلبه منتخبات اخرى الغلبه لمن اجتهد كثيرا، فكنظن على ان المنتخب الكاميروني والمنتخب البوركينابي اليوم فربحوا نزالات ثنائيه، كانوا محصنين الدفاع ديالهم بشكل جيد، ملي كيكون عندك دفاع وحارس مرمى بشكل جيد فدائما كتشوف. نتمنوا انه المغرب يكون استافد ربما الى داز الادوار النهائيه، يكون تهنى من السنغال ومن تونس. صحيح، اذا خصوصا تونس. نعم، نتوقف الان مشاهدينا الفاصل القصير ثم نعود بعده لاستكمال باقي فقرات عدد اليوم من برنامج استوديو الكان. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذا الجزء الثاني من برنامج استوديو الكان. إذا نفتح صفحة المنتخب المغربي ونحن الآن على بعد أقل من 24 ساعة على انطلاق مباراة دور الربع أمام مصر. أولا سعد القادر وسيشام، بصراحة وبدون عاطفة يعني واش متفائلين بمباراة يومات إن شاء الله؟ فبالنسبة للتاريخ فالشعب كله جد متفائل، ولكن مباراة ما غاديش تكون سهلة صراحة، مباراة صعيبة. المنتخب المصري منتخب قوي، الدليل على هذا على أنه ما تسجل في المرمى ديالو حتى شي هدف. كنتمنى على ان عندنا مدرب اللي عنده من الخبره الكافيه على انه يقرا المنتخب المصري عن طريق اشرطه فيديو. كنظن على ان شاء الله غدا في المقابله ديال المنتخب المصري غتكون شويه صعيبه على المنتخب المغربي، خصوصا بالناحيه ديال ارضيه الملعب اللي تكلمنا عليها كثير. نتمنى ان شاء الله على ان المنتخب الوطني المغربي يكون ند لند المنتخب المصري، ونتمنى ان شاء الله الفوز والمرور للدور نصف النهائي ان شاء الله. لماذا؟ انا متفق معك، ولكن انت تحدثت على الخبره ديال المدرب المنتخب، غنلقى واحد جوج الحوايج معكوسين. يعني احنا بعض الاحيان تكلمنا على عدم خبره كوبر في البطولات الافريقيه، مازال نوصلوا للتفاصيل فيما بعد، لكن اول بغيت نقول واحد الجمله. نعم، انه عندهم مدرب ما عندوش خبره افريقيه، ولكن اللاعبين عندهم خبره افريقيه. حنا عندنا مدرب عنده خبره افريقيه، ولكن اللاعبين اول بطوله ديالهم حتى هما افريقيه. يعني معكوسه، يعني فقط ما شاركوش في كاس افريقيا. يكون عندك مدرب عنده خبره ولا اللاعبين، ولكن ما عندوش يعني، ولكن مع الانديه ديالهم صحيح عندهم خبره، ولكن مع المنتخبات جوج اللاعبين ديال المنتخب المصري اول كاس افريقيا لهم. لا، ولكن اللاعبين تيلعبوا رادوينا انه في الانديه ديالهم لعبوا في البطولات الافريقيه. عندهم ماتشات. طيب توحد فيكم ما جاوبني يعني مباشرة واش متفائل ولا لا، ولكن لا انا احنا متفائلين. نعم. انا غير جاوبتو على الخبرة، ما هو طيب احنا متفائلين وتنتمنوا طيب اننا نشوفو حتى النهاية. صعيبة ولكن غنتفائلوا ان شاء الله. باش تعرفوا يعني على تفاصيل المنتخب المغربي سنشاهد هذا التقرير اللي بعثت قناة ميديا تي في. اذا انا المنتخب المغربي تحضيراتي لمواجهة المنتخب المصري يوم غد الاحد برسم ربع نهائي الكان امام احفاد الفراعنة. التحضيرات مرت بمعنويات عالية، حيث يبحث الأسود عن خط صفحة جديدة عبر التأهل للدور نصف نهائي. تفاصيل أوفى مع نوفل العاملة وعبد الصمد منتصر من بورجونتي. بين المغرب ومصر حكاية يخط فصل جديد منها هنا في بورجونتي، حكاية مجد مصري استعصى منذ عقود، وتفوق مغربي شكل عقدة لأجيال متلاحقة زارها حجي في المنام. اليوم بدأ العد التنازلي لموقعة الحاضر، فنحن وإن ابتسم لنا الماضي بأرقام بقيت راسخة في تاريخ المواجهات المشتركة، إلا أن أحفاد الفراعنة حطوا الرحال في الجابون وجاءوا على الأخضر واليابس في مجموعة قوية ضمت البلاك ستارز. قوة عزيمة واستذكار لقومية غابت شمسها منذ زمن،
في المقابل عقلانية في التحضير وتأني في قراءة الخصوم وإعداد نفسي لنجوم أبت شمسهم أن تأفل في أيام بعد أن قطعوا تذكرة العودة للفيل، وهم اليوم يستعدون لوصل الحاضر بالماضي تحت قيادة ثعلب لا يؤمن بالمستحيل وينتظر خط تاريخ جديد يشرف الكرة المغربية وينصف جيلا أدارت له الكرة الأفريقية ظهرها لأكثر من عقد ونيف. شيل بخير، بارك الله فيك. لقد تكلمت سابقا عن مسألة عدم الارتباط بالمنتخب المغربي دائما، خاصة عندما لا تنجح في تحقيق التأهل إلى كأس إفريقيا أو عدم تجاوز الدور الأول، وهذا لا يسعد الناس طبعا. لقد تلقيت رسائل من أناس أقدرهم كثيرا في المغرب، حدثوني عن عشقهم لمباريات البارسا والريال، ولكن عندما يكون الأمر مرتبط بالفريق الوطني فهو شعور نابع من القلب. نجحنا في إسعاد الناس مرة، وبإمكاننا إسعادهم مرات أخرى، وهذا سيكون أمرا رائعا. أعي جيدا ما أقول، فطالما قلت أن اليوم التالي هو دوما يوم أفضل. حماس رونار الذي على ما يبدو تعلم الدارجة ونطق بها مخاطبا الزملاء في قاعة الندوات يترجم اليوم في ميدان التدريب. فرفاق بوحدوز ينظرون إلى مربع الكبار كمحطة قادمة في كان الجابون، ومن خلفهم قلوب الأنصار تخفق بحب الوطن وتمني النفس بأن يرتفع هذا العلم هناك في لوبروفيل. بالروح بالجسد أبابتا لبنيدا في دمي وفي دمي وكثر الوراء إخوتي أيا في هنا سيا تغسل الدنيا كل اللاعبين المنتخب الوطني يجيبوا الكاس من الجابون ويفرحوا الجماهير المغربيه، وهذا الشيء اللي كنتمناو. وحنا مجبو حنا هنا في الملعب اللي بوجورتي اللي كيتناو في المنتخب، وكنقول لهم فاز سعيد، وكنقول لهم غدا يفرحونا ويكونوا جاي وديما مغرب. يعني الابن ديالي تسال القرايه ديالو عاد جبتو، كنت غنجي قبل، لكن الحمد لله حنا موجودين. وكنطلب من اللعابه قدموا، انا تفرجت غير في التلفازه ولكني عجبوني رجال، وان شاء الله غدا كنتمنوا ان شاء الله يتقدموا يقدموا شي مقابله جيده وديوزوا الدم في نار ان شاء الله. شورى المنتخب الوطني قدم واحد قديم اكو ديما خويا، قدم واحد دور اول في المستوى، والحمد لله ملي شفنا هذيك القتاليه وداك اللعب الرجولي اللي لعبوه ما كان علينا غير نجيو نشجعوا المنتخب، وان شاء الله مربوحه ان شاء الله، والفينال ان شاء الله هذا العام. جينا من مدينه تيزنيت، يعني كنمثل مدينه تيزنيت هنايا في الكابون. حنا جينا نسدوا صد الاطلس، يفرحونا كما فرحونا في المقابله يعني الفايته. ان شاء الله متفائلين الخير ان شاء الله. ان شاء الله نكرسوا العقده ديالنا، العقده المصريه اللي ربحناهم في 12 ماتش، ربحونا في 2 ماتش ان شاء الله، وحنا من جايين من الاقاليم الجنوب باش نساندوا المنتخب الوطني، والله ينصر سيدنا. لا تراجع على استسلام، وعين الأسد لن تنام قبل أن تهتز شباك الحضر بأقدام رجال يعشقون الوطن ويبحثون عن تحقيق حلم مغاربة يرونه حقيقة ساطعة أقوى من شمس الجابون الحارقة. نوفل العوام، لعبد الصمد المنتصر، ميديان تي في، بورجونتي، جنوب الجابون. إذن كما شاهدنا التقرير ديال زميل نوفل العوام، لكن هناك يعني خطاب قوي ديال المدرب غفونار في الندوة الصحفية، وكما شاهدنا أمس أيضا مع اللاعبين. هذا الخطاب اللي كيكون قوي هو ربما ما يميز غناغ عن سابقين من المدربين المغاربه. طبيعة الحال فكنعرفوا الشخصيه ديال المدرب هيرفي رونار والتحكم ديالو الكبير في المجموعه ديالو، لاننا ما عمرنا شفنا شي انفلات ديال شي لعيب او شي لاعب تغير ودار شي حركه ماشي هذيك، او شي لاعب بقى في كرسي الاحتياط ومرضاش بهذا. كنظن على انه تحكم في المجموعه ديالو، هذا الشيء كيبان على ارضيه الميدان، لاننا كنشوفوا جميع اللاعبين كيقدموا كل ما لديهم، عرف كيفاش يجبد من اللاعبين داك الشيء كل شيء اللي عندهم. كنظن على انه لحد الان فهو في الطريق الصحيح، عنده طاقم تقني اللي كيساعده في المستوى، عنده مجموعه في المستوى،
كنشاهدوا ان الجماهير ديال الفريق الوطني فهي توافدت بواحد الاعداد كبيره بعد مرور المنتخب الوطني لدور الربع النهائي. كنتمنى كما قلت في الاول ان شاء الله على ان الفرحه تزيد تكمل وانتصروا غدا على المنتخب المصري ونكون اول منتخب افتتح المرمى ديال العصام الحضري في كاس افريقيا اللي مقامه في الكابون. وانا تنظن على انه اول حاجه في الندوه الصحفيه خاطبنا باللغه العربيه وهذا يعني انه عمل واحد المجهود وكذلك هو بحال شي رساله حتى لغه التواصل مع الصحافه تغيرت الجماهير المغربيه بسابقتها مع مباريات السابقه يعني كان هناك ربما تشنج بين غنى والصحافه المغربيه لكن الان يعني هو التشنج دائما طبيعي لان لما تاتي لفريق جديد احنا ماشي منتخب احنا تنمشيو لانديه جديده دائما تكون هناك تساؤلات من الصحافه وانت تدخل تجي كمدرب جديد فاكيد ان العلاقات مع الصحافه ما تتكونش واضحه يعني هما تينتظروا منك بزاف وانت تتنتظر منهم يعطيوك الوقت يعني انت باغي الوقت باش تخدم وتبين خدمتك وهما تينتظروك دغيا مثلا تحقق نتائج لانه هما خصهم غدا العرض يوصلوا للمستويات ويحققوا الالقاب الى اخره وبالتالي هذا هو اللي وقع ربما مع مجيء هيرفي رونار. الحمد لله ان الاجواء الان يعني حميميه بين الصحافه وبين هيرفي رونار وبين ويعني كل محاط يعني والهدف هو طبعا المنتخب الوطني والنتائج ديالو اعتقد الان يعني غتكون انطلاقه جديده ليه ولينا حنا ويعني وحتى علاقته مع الصحافه ربما ستتغير. طيب في الندوه الصحفيه يعني غناقل بانه يحترم المنتخب المصري التاريخ ديالو ايضا يحترم المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر في الجهه المقابله يعني خلال الندوه الصحفيه ديال المنتخب المصري عصام الحضري قال ربما كان مستفزا شيئا ما بالنسبه للمنتخب المغربي قال بان المنتخب المصري على الاقل يتوفر على لاعبين بروح وطنيه عاليه. هناك ربما استفزاز بهذا الشكل يعني سواديزون منتخب مغربي ما فيهش رجال ما فيهش يعني بان اللاعبين اللي كابرين في اوروبا ما عندهمش نفس الروح الوطنيه وهذا يعني رد فعل ليس في مستوى لاعب بحجم عصام الحضري. يتابع المباريات ديال المنتخب الوطني المغربي الثلاثه اللي سبقوا المقابله ديال غدا ويشوف الروح القتاليه اللي عند اللاعبين المغاربه. فكنظن على ان عصام الحضري بحكم التجربه ديالو فدخل في استفزازات العناصر الوطنيه ولكن عندنا عناصر الحمد لله اللي كتقاتل على الـ على الـ على الـ على, الـ على التوني ديال الفريق الوطني. عندنا مدرب اللي كيزرع ديك الروح في اللاعبين الوطنيين. كنظن على ان عصام الحضري في لعب ورقه استفزاز من اجل من الحروب اللي تنشوفوها دائما حتى المدربين تيديروا تيطلقوا بعض التصريحات وبعض الصيحات يعني باش يديستابيليزيو الخصم باش يدخل الشك يعني انت بديتي تدوي عليها الاخر بدا يدوي عليها اللاعبين غتوصلهم يعني غيدخلوا لان ملي تدخل من نرفز وتدخل معصب وتدخل ربما العطاء ديال تتفقد التركيز. انا كنظن هذه غير العقده ديال ان التاريخ 31 سنه ما انهم ما فازوش علينا فكنظن ان العقده خلات ان عصام الحضري يتكلم بالطريقه فقط يكون فقط التعبير خان عصام الحضري على اي كما قلت يعني هذا يدخل في خانه الحرب النفسيه والضغط والمباريات قبل المباراه مباريات كهذه وبحال احد المقالات ديال واحد الصحيفه المصريه هذا اليوم صدر اليوم اللي ما نعطيهوش اي اهميه لانه لا يستحق. لمزيد من التفاصيل عن اخر استعدادات لقاء نربط الاتصال بمفاد قناه ميديا تي في بالكابون نوفل العامله. نوفل اهلا بك. اذا انطلق العد العكسي لمباراه المغرب والاسود، كيف استعدت بعثه المنتخب هذا اليوم؟ وصحيح تم تغيير حصه التدريب من الملعب الرئيسي الى الملعب الرديف لاستاد بورجونتي. بالفعل بسام، اذا اسدل الستار اليوم على التحضيرات الخاصه بموقعه احفاد الفراعنه هنا على ارضيه ملعب بورجونتي، الملعب الذي كثر عنه القيل والقال خاصه بسبب سوء الارضيه. ولكن الجديد في تدريب اسود الاطلس اليوم انهم تدربوا على الملعب الرديف لملعب لقاء الغد ملعب بورجونتي على عكس حصه تدريبيه يوم امس. فبالامس تدرب احفاد الفراعنه على الملعب الرديف لملعب المباراه، والمنتخب الوطني تدرب في ملعب مفتوح يسمح للجماهير، يسمح ايضا لوسائل الاعلام خاصه المصريه ربما
التصوير اللقطات التي تتعلق بكل ما هو تقني خاص بالثعلب الفرنسي هيرفي رونار وكتيبة أسود الأطلس. ولكن اليوم كان هناك كثير من الاحتياط والحذر على الملعب الرديف لملعب بورجونتي خاصة من إدارة المنتخب الوطني، حيث شاهدنا الكولونيل الكحل وهو يتتبع كاميرات حتى الميدان من أجل إغلاقها، وأيضا المحافظة ربما على السياج المحيط بملعب التدريب لكي لا يتم استراق النظر ربما من طرف وسائل الإعلام، حتى وسائل الإعلام المصرية نقصدها بالتحديد، لأنه كما تعلم يعني الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة تكون حصة أو الأخيرة تكون حصة تدريبية هامة جدا لمدرب المنتخب الوطني أو لأي منتخب آخر، لأنه يضع من خلالها اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، وأيضا يضع ربما فلسفته التقنية التي سيخوض بها اللقاء ويركز على أداء بعض العناصر التي ستكون أساسية، وبالتالي من الأفضل تجنب استراق النظر لكي لا يطلع الخصم على ما يعده هيرفي رونار، لأننا تعلمنا أن هذا المدرب لديه دائما وأبدا وصفة خاصة لكل لقاء. صحيح الحصة التدريبية لم تكن فيها أي تصريحات من اللاعبين أو الإطار الفني، ولكن العليوي برفقة هيرفي رونار كانوا في ندوة صحفية صباح اليوم، ندوة تحدث من خلالها الناخب الوطني عن أمور كثيرة جدا تتعلق بالمنتخب الوطني، ولعل أبرز ما قاله رونار بأن هناك حس وطني كبير جدا لدى اللاعبين، ربما استبق كلام عصام الحضر الذي تحدث عن لاعبي المنتخب المصري وقال هناك حس وطني كبير وبأن المصريون يتمتعون بوطنية وبشعور قومي يدفعهم للدفاع عن المنتخب المصري، وهذا شعور ربما تتقاسمه كل المنتخبات المشاركة. هذا ما لا يعلمه الحارس الحضري، بأن بوركينا فاسو يعتزون ببوركينا فاسو، بأن منتخب غانا يعتز بغانا، وبأن منتخب الجابون صاحب الأرض والجمهور كان يعتز أيضا بأرضه وشعبه وأراد أن يسعد هذا الشعب، ولكن كرة القدم دائما وأبدا تلعب على الميدان، ونحن تعلمنا ربما من دروس ماضية بأن هناك دائما وأبدا تصريحات صحفية تسبق اللقاءات، على عكس الحضري كان كوبر ربما متحفظا وأشاد بهيرفي رونار، أشاد بالمنتخب الوطني وقال بأنه منتخبا قويا دائما وأبدا يبقى مرشحا للظفر باللقب نظرا لإخراجه في فيلة الكوت ديفوار من أول الأدوار. نعود إلى ما قاله هيرفي رونار الذي قال بأن لديه أصدقاء في المغرب يتابعون الريال والبارسا، واليوم لديهم حماس كبير ويشعرون بأن هذا المنتخب مفخرة وطنية يستحق العبور للدور نصف النهائي لمربع الكبار. على العموم المنتخب الوطني يخوض لقاء أحفاد الفراعنة تحت شعار أكون أو لا أكون، بغض النظر عن الظروف المحيطة والتي بدأت ربما منذ القدوم من أيام، يعني تأخير في المطار، وصول إلى فندق، ووجود المنتخب الغاني الذي رفض ربما الرحيل يوم قبل مجيء الأسود، وبالتالي كانت هناك بعض المشاكل، ولكن على ما أعتقد بأن هيرفي رونار والطاقم الفني المساعد وأيضا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعلى رأسها رئيس الجامعة فوز القجع يدركون أن هذه الظروف تتميز بها دائما وأبدا القارة السمراء ومنافسات الكأس الأفريقية، ولكن لن تكون حاضرة بإذن الله أمام 11 لاعبا سيدخلون الميدان، سيواجهون خصما عنيدا أكيد نحترم المنتخب المصري، ولكن أكيد أن هيرفي رونار لديه وصفة سحرية سيقدمها لأسود الأطلس من أجل تجاوز الدور ربع النهائي والذهاب إلى هناك إلى لوبروفيل إلى ملعب الصداقة لخوض لقاء الدور نصف النهائي بإذن الله. حزينون أكيد لإقصاء المنتخب التونسي، فبالتالي من سيتأهل عن مباراة أحفاد الفراعنة والمنتخب الوطني، ونتمنى أن يكون أسود الأطلس في لوبروفيل هناك لمواجهة البوركينابيين، وأيضا غدا سيكون ملعب بورجونتي أيضا ربما فيه عدد كبير من الأنصار على عكس أيام، لأننا عينت كاميرا ميدي أن تي في بعين الزميل عبد الصمد المنتصر عدد كبير من الجماهير المغربية التي حطت الرحالة هنا في بورجونتي، بالإضافة للجالية المغربية المتعطشة لرؤية الأسود يلعبون عن قرب، أي بالتالي سنشاهد حماسا كبيرا جدا على عكس الجماهير المصرية التي لم نشاهدها بكثرة، خاصة وأن الجماهير المصرية تتابع منتخب بلادها في الكؤوس الأفريقية، ولكن على ما يبدو أن عدد الجالية المغربي بالإضافة للجماهير المغربية التي جاءت من إيطاليا من فرنسا من المغرب بكل مناطقها سوف تكون بأعداد كبيرة بإذن الله يوم غد لكي تساند وتؤازر أسود الأطلس في امتحان قاري هام قد يعبد الطريق ليس فقط لمربع الكبار ولكن إلى منصة التتويج بسام، وهذا ما نتمناه بإذن الله، وإن غدا لناظره لقريب، ولعل عقدة التاريخ تستمر مع أسود الأطلس، ولعلنا غدا سنكتشف مصطفى حجي آخر يدك شباك الحضري، الشباك التي بقيت عذراء في الدور الأول، ولكن في الدور ربع النهائي لابد أن تزار بهدف مغربي يمهد الطريق صوب مربع الكبار المربع الذهبي الذي استعصى ربما علينا منذ عام 2004، ولما لا تكون بداية جديدة للكرة المغربية عبر بوابة أحفاد الفراعنة. نعم نوفل العام لموفد ميديان تيفير الجابون كنت معنا، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول أيضا للزميل عبد الصمد منتصر الذي يرافقك في الكاميرا. كما قال نوفل يعني لعل عقدة التاريخ تاريخ المواجهات بين المغرب ومصر تبقى راسخة. ما هي الأشياء التي ستلعب عليها مباراة يوم غد سي يومير؟ أول شيء هناك تكتيك هو أهم شيء، يعني هناك خيارات تكتيكية، لأنه
لا أحد الآن يعني يشك أنه المنتخب المصري سيلعب بنفس التشكيلة، لأنه ما تنعتقدش كان هناك كلام على عودة أحمد الشافي يعني كظهير أيسر إلى آخره، ولكن لا يمكن المدرب أن يجازف وأن يدخل لاعب يعني في الوقت اللي الفريق ديالو مدخل عليه التهدف هو مدافع. يعني اعتقد ان يكون نيني وحامي وصالح وتريزيغي وغيرهم من اللاعبين. كذلك بالنسبه للمغرب، يعني المنتخب المغربي ربما سيلعب بنفس التشكيله اللي دخل فيها مع كوت ديفوار. هناك النقطه المطروحه حاليا هو النهج التكتيكي، يعني هناك المغرب قدم جوج ديال الطرق ديال اللعب. كان الطريق الاول اللي بداه مع الكونغو اي انه منذ البدايه هجم بكثافه وضغط الى اخره، وهذا اللي كنا لعبنا به، هذه الطريقه اللي دخلنا بها مع فريق الكونغو وخسرنا بها، وكاينه الطريقه اللي لعبنا بها مع منتخب الكوت ديفوار. وبالتالي هناك خيارين يمكن نقشهم، ولكن اعتقد انه انا شخصيا انه انا تنحب الطريقه الثانيه، لانه اخاف يعني ان الدفاع ديالنا يكون متقدم، لانه عندهم لاعبين سرع وهما تينتظرونا باش نخرجوا حنا الاولين وحنا ما غنخرجوش. يعني المباريات الثلاث الاولى المنتخب المغربي العديد من الاخطاء الدفاعيه. طيب نرجع نتكلموا على ارضيه الميدان اللي واخا تكلمنا عليها بكثره في اليومين الماضيين ان مساله تبقى مهمه فالملعب للاسف كما قال نوفل قبل قليل سيؤثر بلا شك على اداء الفريقين وهو في حاله سيئه للغايه لا تصلح لممارسه كره القدم. لنتابع هذا التقرير لبعثه قناه ميديا تي في في بورجونتي. اطمئنوا فهذا الملعب جاهز لاحتضان القمه، لقد استفاد من فترة راحة ولن يعرقل سير مباريات الكأس السمراء. هكذا خاطب أمادو دياكيتي عضو اللجنة المنظمة للكأس الأفريقية وسائل الإعلام وهو يتحدث عن ملعب ميشيل أوسانغي في بورجونتي. قد يكون هذا الخطاب مطمئنا لرونار وكوبر بالأمس، ولكن اليوم وبعد أن شهدت مدينة بورجونتي تساقطا قويا للأمطار قد يتغير خطاب دياكيتي، فالحفر التي تسبب بها الغيث زادت من سوء أرضية الميدان الذي يبدو من الخارج كملعب سوكر سيتي في جوهانسبورغ ومن الداخل كحقل للرعي. اللجنة المنظمة تسابق الزمن لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وإن كان مدرب الأسود هيرفي رونار قد تحدث في الندوة الصحفية صباح اليوم عن هذا العائق مؤكدا أن اللعب في القارة السمراء يقتضي التأقلم مع الظروف وعدم البحث عن أعذار. في مسابقة ككأس إفريقيا يجب التوفر على قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف غير المناسبة، ولا داعي للاحتجاج على أرضية الميدان. يجب علينا أن نكون حاضرين في مباراة الأحد، وعلينا الكفاح وفعل المستحيل من أجل ضمان مقعد في نصف النهائي مهما كانت ظروف أرضية الملعب. ما يقلق عشاق الأسود هو أن هذا الميدان تسبب بإصابات خطيرة للاعبي المجموعة الرابعة خلال الدور الأول، خاصة في صفوف المنتخب المصري والغاني، وفي لقاء من حجم ديربي الأسود وأحفاد الفراعنة، حيث الالتحامات البدنية القوية قد تتسبب هذه الأرضية في تغيير نسق اللعب لتفادي أي مكروه قد يؤدي لبعثرة أوراق الأسود وهم يمهدون الطريق للمربع الذهبي. على أرضية هذا الميدان سيكرم الأسد ولن يهان، فرفاق هيرفي رونار عقدوا العزم على تحدي كل الظروف السيئة المحيطة بموقعة أحفاد الفراعنة للرحيل صوب ملعب الصداقة وتمتين تلك العلاقة مع الكأس السمراء، مطلب الجماهير المغربية وأكثر من أي وقت مضى. نوفل العوام لعبد الصمد المنتصر، ميديان تي في من ملعب بورجونتي جنوب الغابون. إذن أرضية الميدان ما كتصلح الأسلوب لاعب أي من الفريقين، يمكن القول أنها ما كتصلحش حتى لممارسة كرة القدم. هذا الملعب بدون تعليق بسام تكلمنا عليه أكثر من مرة، كنظن على أنه ملعب يصلح لكل شيء كما قلنا إلا لكرة القدم. فشنا الالتواء في الكاحل للاعب الظهير الأيسر ديال المنتخب المصري عبد الشافي وما كملش المقابلة، شنا المهاجم ديال المنتخب الغاني أسام واجيان اللي في المقابلة الأخيرة ما كملش المقابلة. كنتمنى غدا جميع لاعبي المنتخب المغربي ولا حتى المنتخب المصري لأنهم يخرجوا بصحة جيدة. الملعب كما قال المدرب جيتي انت لكاس افريقيا غتنتظر تلعب في اي ملعب في اي جو في اي خصك تأدابط مع كل شيء. كنظن على ان المنتخب المغربي جديد على الملعب صحيح، ولكن
عندنا مدرب اللي عنده من تجربه ما يكفي لانه يتجاوز مثل هذه المعيقات، يبدل الطريقه ديال اللاعب، غادي يحاول انه يدير فلسفه جديده في هذه المقابله، يدخل يدير شي تغييرات على التشكيله ديالو، يبدل الشكيله ديالو لانه خصو يتادابط مع ارضيه الملعب، لان ما كاينش شي حل اخر، الملعب هو بورجونتي امام منتخب مصر. ما تدخلش، حنا اللي تيخوفنا لانه تكلمنا على الاصابات انه ما خصش وصل اللاعبين، يعني ان اللاعبين الا دخلوا بحال اللي قلنا وخايفين على الاصابه. منضنش. انا مقابله ديال اللاعبين ينساو الاصابات، ينساو اي شيء ويلعبوا. طبعا كما قلنا انه ربما غيكونوا اضافات، ولكن لا اعتقد انه غتكون تغييرات على مستوى اللاعبين، لاننا تنظن انه ربما غيحتفظ. التغيير الوحيد اللي كان دار الناصري يمكن غيحتفظ به، لان هذا منتخب ناجح وغادي يتطور وليزوتوماتيزم غادي يكملوا. هو حاجه وحده، هو خطه اللاعب بحال اللي قلنا، يعني كاينين جوج، اما غتدخل وتهجم باش تسجل هدف وتدافع عليه، وفي هذه الحاله غتغامر. ولا اعتقد ان ايرفيرونا غيغامر، لان علاش هو غيغامر؟ لان الا غامر وصعد راك عارف صلاح، عارف تريزيغي عندهم سرعه. المشكله سيومير، يعني احنا الا انتظرنا هجمات مرتده المنتخب المصري هو ايضا يلعب بنفس الطريقه. ايوا نتسناوهم، علاش حنا زربانين؟ حنا نعطيوهم لا، لان شفنا اليوم غنتسناو فرصتنا، لانه الا ما سجلناش من كره ملعوبه يمكن تجينا ضربه زاويه، يمكن تجينا خطا، راه عندنا فجر، يمكن يعني عندنا حلول، يعني عندنا خطه بديله، عندنا سميتو البلون بي بعد تيقولوا. هو ما تنتظرش ان المنتخب المصري غادي يبني اللعب، لان القوه الضاربه ديال المنتخب المصري في المتالق ديالو صلاح، لان وصلاح في ارضيه هذا الميدان يعني ما عرفش كيفاش يتعامل معها. وشفنا محمد صلاح ما كانش يعني متميز كثيرا في هذه الدوره باستثناء الهدف اللي سجل وجاء عبر ضربه حره مباشره، ولكن السرعه ديالو تقلق نوعا ما اي دفاع في البطوله، لانه سريع بواحد الشكل جيد تقنيا لا باس به. قلنا ما لكن ماشي محمد صلاح ديال روما. لا علاش ما نقدروش نطلعوا؟ يعني ماشي صلاح بطبيعه الحال، ففي روما غادي تلعب ملاعب جيده، حتى اللاعبين اللي كتلعب معاهم ماشي نفس اللاعبين، يعني الباصات اللي تيصيفطوا لي. انا تنظن عندنا سبب اخر اللي ما يمكنش لينا نلعبوا، يعني بخط، يعني بلوكه، يعني بخط دفاع متقدم، لان حنايا راك عارف الدفاع ديالنا ونقولوا بصراحه بطيء. يعني ما يمكنش دابا بن عطيه الا مثلا هرب له لعاب صالح راه ما غيحصلوش. وبالتالي حنا دائما كمدربين تنطلبوا من اللاعبين باش يلعبوا بالامكانيات اللي عندنا واللي غتسلكنا. ما يمكنش حنا نرضيو الخصم، بالعكس حنا خصنا نلعبوا على القوه ديالنا. قوة ربما ايضا ديال المنتخب المصري هي في النهج التكتيكي ديال المدرب ديالو الارجنتيني هيكتور كوبر، اللي واخا ارجنتيني لكن يفضل اللاعب اسلوب اللاعب الايطالي، رجوع في الدفاع كاتينانسيو انتظار صحيح انتظار يعني هجمات الخصم. منذ قدوم هذا المدرب ما خسرش مباراة، آخر مباراة خسرها كانت أمام المنتخب الأردني شهر يناير الماضي، في مقابل ذلك انتصر 6 مرات وتعادل المنتخب المصري في 3 مناسبات. المدربين الإيطاليين راه تكلمنا عليها أنه تيلعبوا طريقة الكاتينانسيو اللي هو بحال لونتونوار، يعني تيديروا دي غوكول فران وتيديروا هما خصوصا الأهم حاجة عندهم في هذه الطريقة هذه هو التغطية المتبادلة والسريعة، يعني أنه يلا تتإليميني لعب تطلع تيبعث معك واحد آخر. إذا هذه التغطية السريعة راه شفناها بين الدفاع، يعني خصوصا المدافعين تيدافعوا أون نوبليك، لكن دائما تتكون التغطية قريبة، يعني هذه العوامل هذو هما اللي تيصعبوا الاختراقات من وسط الملعب وكذلك حتى من الأطراف. نعم، ولكن حاليا على نزيد على الكلام اللي قال سي عبد القادر، فهو ناجح في الخطة اللي يلعب بها المدرب هيكتور كوبر. احنا بغينا ما ينجحش معنا حاليا الواقعيا والنتائج اللي ديالو، فهو ناجح جدا في النتائج اللي محصل عليها. كنا على انه كيعتمد على دفاع متماسك، دفاع اللي كيربح النزالات الثنائيه سواء في الضربات الراسيه سواء الكرات الارضيه. عندهم احمد فتحي لاعب اللي عنده من التجربه ما يكفي من الكؤوس الافريقيه. كنا على انه منتخب متكامل. مقابل ذلك هشام، يعني ما هي نقاط ضعف المنتخب المصري؟
وشوف المنتخب المصري فميمكنش تعرف نقاط الضعف ديالو، خصوصا على انه ما تسجل عليه حتى شي هدف، والدفاع ديالو فدفاع دفاع جيد جدا، حتى وسط الميدان اللي متشكل من النني وطارق حامد، فهما جوج ديال اللاعبين اللي دائما كيكونوا امام المدافعين، خصوصا طارق حامد في الكره الثانيه دائما كتواجد طارق حامد، والنني كيعطيو اكثر حريه للتنسيق بين 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 الدفاع والهجوم، وتريزيغي في الجهه اليسرى فدائما كيشتغل على الجبهه الدفاعيه، كيعاون اللاعب احمد فتحي. من الجهه الثانيه صلاح ما كيدافعش بشكل كبير، دائما كيخلي اللياقه البدنيه ديالو على في الهجمات المرتده تنفعو. اول مدافع في المنتخب المصري هو مروان محسن، يعني لما كتضيع كره المنتخب المصري فكنظن المهاجم مروان محسن تيكون هو اول مدافع. كنظن على ان على العموم المنتخب المصري ملي كتضيع عليه الكره كيعرفوا كيفاش يسترجعوا الكره في اقرب وقت ممكن. هنايا انا نقول لك لان هنايا ماشي مباراه ديال المجموعات، لا تقبل بحال اللي تقولوا الصحفيين القسمه على اثنين، يعني انه لا بد في نهايه المباراه خص واحد يفوز. اذا هنايا ضروري انه غتكون واحد شويه المغامره، حنا تنتسائلوا شكون اللي غيبدل الاول، شكون اللي غيخرج الاول، هذا هو السؤال المطروح. يعني انه ما يمكنش لك، راه شفنا اليوم الكاميرون مع السنغال راه مشاو حتى لضربات الجزاء، لان حتى واحد يعني ما قدر يفتح. ربما ايضا شكون غيحافظ على اللياقه البدنيه حتى الاخير؟ ايوا هذا السؤال المطروح. احنا قلنا اقوى من الناحيه البدنيه، احنا تكلمنا على مصر وقلنا انهم متعودين على هذاك الملعب الترابي تقريبا ترابي الى اخره، ولكن كاين لوغوفيغ الميضا، يعني النقطه الثانيه هو انه لعبوا فيه ثلاثه المباريات، هذا لا يعني انهم عياو، يعني لان كان متعبا في فتره وجيزه لعبوا ثلاثه المباريات في هذا التيران، ربما غتكون عندها تاثير. هي ما غنشوفوش مقابله كبيره، بدنا نكونوا واقعيين، مقابله كبيره غادي نشوفوها لعده عوامل. العامل الاول ارضيه الملعب، يعني ما نشوفوش هجمات مبنيه من الوراء، يعني غادي نشوفوا غدا ان شاء الله غادي نشوفوا كما كيقولوا لي بتيتيتا، يعني اللي استغل الفرص بشكل كبير فهو اللي غادي ينتصر، وكنتمناو عليه يكون المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله. ما تمناه كما قال احد الاصدقاء ديالي في تويتر، اللي عنده بوحد دوز ان شاء الله غادي يدوز. اذا عكس اويام غدا في بورجونتسي من المتوقع حضور عدد كبير من افراد الجاليه المغربيه في الجابون، نستمع لتصريحاتهم في ميكروفون نوف العمله كاميرا عبد الصمد منتصر. احنا الجاليه المغربيه هنا في بورجونتي، يعني فرحانين جا المنتخب المغربي لعبنا هنايا، وان شاء الله حنا نساندوا المنتخب ديالنا باش يفوز بهذه المباراه، وفرحانين والله والحمد لله، وان شاء الله نهديو هذا الفوز للمغرب للشعب المغربي كاملة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كنتي تشوف الجميع، حنا جينا باش نساندوا المنتخب الوطني، وتنتمنوا ان شاء الله الفوز ان شاء الله هنا في مدينه بورجونتين امام الفريق المصري. كما كتعلم الاخ نوفل كما كيعرفوا الجميع، جينا في المقابله الاولى وبعد الطريق الصعيبه، المسالك الصعيبه اللي جينا من اويام لبروفيل، من لبروفيل جينا لبورجونتي، ودابا ان شاء الله كنتمنوا الفريق الوطني باش يلعبوا بنفس الروح القتاليه اللي لعبوا فيها في المقابلات السابقه. وشكرا. حنا الجاليه المغربيه المقيمه في ايطاليا جينا باش نساندوا المنتخب الوطني، وكنتمنوا باش تكون شي فوز وشي نتيجه باش يفرحوا الجماهير المغربيه. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لجان تي في وسي نوفل، وتنشكركم على هذا المنبر، وتحياتي للجمهور المغربي اللي جلب بكثره، وتنتمنوا ان شاء الله باش يعاود يزيد المزيد الغد ان شاء الله. وهذه ربع مقابله اللي غادي ان شاء الله نشاهد الفريق الوطني وتبا في جنبه في المدرجات، وتنتمنى الفريق الوطني باش ينتصر 1-0 وتهيل الانتصار الرياضي الاول صاحب الجلاله. بعد من 1986 وحنا كنربحوا مصر، دابا غنربحوا مصر، الا كانت مصر ام الدنيا المغرب ابو الدنيا ان شاء الله. غدا 1-0 جوج صفر، وعاش صاحب الجلاله وعاش الشعب المغربي ان شاء الله. حنا غنسيبورتيو المنتخب المغربي، حنا الجاليه اللي هنايا غنسيبورتيو ان شاء الله 90 دقيقه، وغنساليو الماتش بكري، وغادي نمشيو فرحانين ناشطين، وراه ان شاء الله 2-0 مربوحه ان شاء الله. ان شاء الله الفوز، حنا مغاربه مقيمين بورجونتي، والحمد لله كنحبوا الفريق الوطني ديالنا وكنساندوه، والنصر ان شاء الله، وغادي نفوزوا ان شاء الله بلاكم. الحمد لله ديما الربح، ديما الربح المغرب، الحمد لله ديما كنربح مصر وديما نربحوا ان شاء الله. حنا الجاليه البورجونتي، شكرا بارك الله فيك. ان شاء الله كما درنا الكوت ديفوار في رجع النمله، حقي عملها كلاعب وسيعملها كمساعد مدرب وفيف لماروكان، وتحيه للعرب اجمعين. الظلمي ديما حاضر معنا في التغطيه من الكابون. اذا كما شاهدنا اجماع على تشجيع المنتخب المغربي من طرف الجميع، من طرف المشجعين هناك في الكابون، ومن طرف ايضا كل المغاربه هنا، رغم ربما بعض المستوى المتذبذب في بعض فترات مباريات الدور الاول. هشام،
بطبيعة الحال فكنتمنى ان شاء الله ما بقاتش الا غدا 24 ساعه ان شاء الله على اجراء المقابله ديال المنتخبين. غير للتنوير فقط فلجنه التحكيم بالكاف اختارت الكابوني إيريك أوتوغو من الكابون اللي كنعرفوا على انه حكم جيد، حكم معروف في الساحه الافريقيه. نتمنى غدا ان شاء الله انه يحيي الديره ما يعطينا، يكون منصف للطرفين، ونتمنى ان شاء الله حد موفق للمنتخب الوطني المغربي، وعندنا من الامكانيات ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نكونوا في نصف النهائي. ان شاء الله توقعاتك المباراه ان شاء الله؟ باينه، فوز المنتخب الوطني المغربي. شحال؟ فوز كيف ما بغادي يكون، المهم نكونوا عندنا مقعد في نصف النهائي ان شاء الله. انا تنظن يعني نكونوا متفائلين بهذا المنتخب، عندهم الامكانيات اللي تسمح ليه باش يفوز، عنده اسلحه، عنده خطط بديله، عنده يعني طرق اخرى للتسجيل. اعتقد انه قادرين باش نخترقوا الجدار الدفاعي، قادرين باش يعني نخترقوا حتى حارس المرمى. احنا متفائلين وتنظن ان المغرب عندهم الامكانيات باش ان شاء الله يفوز. تنعطي جوج لواحد ونطلب يا ربي امين. اذا وصلنا الان مشاهدينا لفقره صيد الكاميرا والتي التقطت فيها عين ميدي ان تي في بالكابون. عبد الصمد منتصر التقطت اليوم الناخب الوطني افيغوناغ يمارس صرامته المعتاده حتى على طاقمه الفني المساعد. لنشاهد. سارو نار عطى عقوبة لراسو، كنا بغينا نتحدثوا كثير على المنتخب المغربي لكن للأسف وقت البرنامج انتهى. شكرا لك هشام. شكرا وحد موفق المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله. شكرا لك السي يمير. شكرا لك ونتمنى ان شاء الله غدا نتلاقاو هنا وتكون الفرحة يعني عارمة ويكون المنتخب فاز ان شاء الله. هذا ما نتمنى بيد إذا نصل مشاهدينا لنهاية هذا العدد من برنامج استوديو الكان. شكرا، شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولفريق العمل الصحفي والتقني ومخرج حلقة اليوم إدريس تبع أخبار أخرى عن نهائية الكان في صفحة كأس إفريقيا على موقع القناة. لكم مني أجمل تحية وتصبحون على خير وعلى تأهل الأسود لنصف النهائي يوم غد وديما مغرب. Total, partenaire du football africain.